كيفية إضافة أصدقاء مقربون على حسابك في الإنستغرام؟ أقوم بالضغط على إنستغرام، فكثيرا أصدقائي ما يكون لديك أشخاص من العائلة أو أشخاص مقربين فعلا، مثلا أصدقائك أو أشخاص هكذا، تريد أن تضيفهم إلى قائمة الأصدقاء المقربين لكن لا تعرف كيف. أضغط على بروفايل، بعد ذلك إلى 3 نقط في الأعلى، ثم بعد ذلك إلى الإعدادات هكذا، ثم بعد ذلك إلى الحساب، وبعد ذلك أقوم بالضغط على الأصدقاء المقربون في 3 خانة، ثم أنا أريد أن أضيف أشخاص مقربين هنا. مثلا سوف أضع هذا الشخص مقرب وهذا الشخص وهذا 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 وهذا، وبعدها أقوم بالضغط على تم. نعم، وهنا لنرجع سوف ترون قائمة الأصدقاء التي أرجعتها ضمن قائمة العائلة أو الأصدقاء المقربون.